المملكة العربية السعودية غنية بالعديد من الأزياء التراثية المتنوعة والعريقة، وكل منطقة الحقيقة ليها ليها تميز بزي مختلف عن المناطق التانية. في الفترة الأخيرة شفنا انتشار لفكرة الاحتفال عن طريق لبس الأزياء التراثية، ده كان خلال الاحتفال بيوم التأسيس وكأس السعودية، واللي عزز من الفكرة كمان كان دليل الأزياء لبسنا يوم بدينا، واللي بيحتوي على أشهر أزياء المناطق السعودية المختلفة. كمان احتفلت محافظة الولا مع دار الأزياء العالمية دولشي أن جابانا بتراث الفروسية، وفعالية حصرية وفريدة من نوعها بعنوان عرض أزياء الفرسان، وقدم خلالها الفرسان أروع تصاميم الأزياء العريقة.